كابتن احمد في سام بتحديدا تمام. انت بتتكلم ما بين يعني ما بين تفكيرين. النهارده عندك يعني بعض اللعيبه لازم تاخد فرصه زي ما حضرتك اتكلمت، وفي نفس الوقت لازم تثأر يعني امام سامبا. انت النهارده يعني اتغلبت من هذا المنافس، وكانت الـ يعني التغلب عليك او انه يغلبك دي كانت خارج التوقعات شويه، فلازم ان انت النهارده لا في بعض الحسابات افتكر يعني هنا عايز اخد رايك في تفكير موسيماني. تمام. في تفكير موسيماني ازاي بيفكر ما بين الحاجتين دول؟ طيب اكيد في تفكير موسيماني مفيش ثقه، دي نمره واحد عشان هي مباراه تحصيل حاصل. انا دي وجهه نظري نمره اتنين وده الاهم. احنا المباراه دي مش فارقه قوي. نمره ثلاثة، في اول حديثي حضرتك انا قلت حاجه مهمه قوي، انا النادي الاهلي بجروب ايه، بجروب بي، اي فرقه تلعب اي 11 يلبسوا تيشرت النادي الاهلي مطالبين ان هم يكسبوا. التعادل والهزيمه مش في قاموسنا، ولما بتحصل بتبقى حاجه استثنائيه. يعني مباراه المريخ دي كذبه ابريل بتاعت النادي الاهلي، فعلا هي كذبه ابريل بالنسبه لي. النادي الاهلي عمره ما هيكون ال 45 دقيقه الاولانيه بهذا السوء مره ثانيه. اخر مره شفتها كان في مباراه سان داونز بتاع الكارثه الحقيقيه بتاعت خمسه دي، وسيمبا مباراه سيمبا شويه، بس سيمبا يا كابتن برضو الشوط الاولاني برضو كنا وحشين، الشوط الاولاني كنا وحشين بس مش بدرجه مباراه المريخ. فعشان كده هو عامة بنلعب الساعة 3، لازم نشوف ظروف الموضوع الساعة 3 ده، ده لازم ده هناك في أي دولة بيلعبوا فيها أفريقية. واكلين داتورة. لازم أرجع أقول لحضرتك تاني إن الأهلي مش قصة ثأر، لأن الثأر ده إحنا مش بنلعب نوك أوت، مش بنلعب ماتش رايح وماتش جاي. فأنا لازم أكسب، لا عادي يعني المباراة هتبقى سهلة، بس أنا كنادي أهلي لابد عليا ان انا افكر في المكسب، سواء باي حد يلعب. وانا مش معنى اقول ان الناس الاحتياط او مش اللي ما بتشاركش كتير انها تلعب، ده مش معناه ان انا متنازل عن الثلاثه او هم دون المستوى لا خالص، بالعكس اللي موجودين بره الفرق، بره ال 22 زيهم زي الناس اللي بتلعب. وساعات يا كابتن احمد بيكون في حوافز اكبر، راجع يعني بلغه الكوره جعان كده عن الماتشات، وجعان كوره عنده مخزون بدني اكتر. تفتكر من ضمن العناصر، انت اتكلمت على كهربا، اتكلمت على ناصر ماهر، على وليد سليمان، قفشه محتاج نفس الراحه اللي اتكلمت بيها للشناوي؟ طبعا. ومين تاني يعني؟ قول لي كده بعض الاسماء اللي انت الناس اللي بتلعب فتره كبيره. محمد هاني بديله مين على طول؟ على طول يلعب بيكا. طيب دلوقتي يعني او يعني عندنا مشكله في ناحيه الشمال. ما انت ما لو علي محمود صح، ده لازم هيلعب يا ايمن يريح. ايمن اعتقد برضه لو ايمن ريح بيكا ما يلعب، محمد هاني هيلعب. ما اقدرش اقول، ممكن يلعب اكرم توفيق باك رايت يعني. هيبقى في لخبطه كبيره بس ممكن تحصل. مش هو لعبها ولا هو لعبها قبل كده يعني. الناحيه الثانيه ياسر ابراهيم ما اعتقدش انه ممكن يريح قوي. البدر بنون هيلعب لانه برضه كان رايح من المنتخب. السوليه لازم يريح وجهه نظر يعني. قفشه لازم يريح. اعتقد بعد كده كل الناس فايقه، كله بقى لا كله حصل روتيشن. الثلاثي الامامي غالبا بيحصل روتيشن وكل الناس بتلعب، فما فيش مشكله ان اي ثلاثه يبتدوا. انما الخمسه دول شناوي، هاني، ايمن والسوليه، دول اعتقد لازم اكتر ناس تريح.